المسرح الرئيسي لجامعة البتراء احتضن الحفل النهائي لمسابقة اكتشاف مواهب طلاب الجامعة تحت عنوان بتراء جوت تالنت. التصفيات النهائية أهلت 10 مواهب اشتملت على الغناء والرسم وتقليد الأصوات وغيرها العديد. كاميرا رؤية كانت موجودة بالكواليس أثناء تحضيرات المشتركين قبل الصعود على المسرح، واستطعنا نتحاور مع بعض المشتركين. شو ناويين تقدموا اليوم؟ بدنا نغني My Immortal وندمجها مع ماما نوز بس تبعت جيسي جاي. هلا في عنا الميوزك روم احنا في الجامعة، فكل الناس بتعزف او بتغني بتلتقي فيها زيك، فانه تعينا هنا. سلام عليكم يما، كيف الصحة يما؟ والله انكم حلوين يما، والله يما انا بتابع 24 ساعة يما قناة رؤية، والله بحبها والله، والله وحياة الله يما، وعديها عليها برامج يما يسعد الله، انا والله 24 ساعة قاعدة عليها يما. ما بين كل الفضائيات اخترتك رؤية. ما بين كل الفضائيات اخترتك رؤية وأصريت أنك تكوني على اللقاءات والتعريفات. معتز ولد حمود بين حط القلم بين سبابته وبهامه يأتي بشيء إعجازي، يأتي بشيء إعجازي، شعره ما هو مدوزن ولا منظوم، شعره ما هو مدوزن ولا منظوم. صح لسان حبيبي. أيوه. واضح أن موهبتك الشعرية. الشعر متى كتبت الشعر؟ 4 سنين. طب شاركت بأشياء تانية أو أخذت جائزة سامس للإبداع وشاركت في جامعة الأميرة سمية تالنت دي، وكان استقبالي من الجمهور بشكل جيد. يعني شو موهبتكم؟ هلا شفناك ترقص، في إشي تاني أشياء تانية مخبينها؟ والله في إشي بس شوف بالمسرح. أنا موهبتي الباركور، رياضة الباركور اللي هي فري رانينج، اللي هي قفز حر. قفز الحر. نعم. أنا اسمي عمر الزحلو. عمر قديش صار لك بتمارس هاي الرياضة؟ تقريباً 3 سنين ونص. في أماكن معينة تروح تتدرب فيها أو يعني مشترك بمحلات معينة؟ إحنا تيم إكس جرافيتي، إحنا أول ناس هون بلشنا بالأردن الرياضة هاي. دائماً نتدرب بحدائق الحسين، بشارع الثقافة، بجبل القلعة، بوسط البلد، كثير أماكن بالرينبو. هالمسابقة لاقت إقبال كبير من الطلبة المتسابقين، شارك المئات منهم وقدموا مواهبهم. من بعد العروض اللي قدموها قامت لجنة الحكم باختيار أفضل 3 مشتركين اللي أقنعوا اللجنة والجمهور بموهبتهم. هالمسابقات تأتي في ظل النشاطات المتعددة اللي بيقوم عليها مجلس اتحاد الطلبة لتفعيل دور الطلاب في النشاطات ذات طابع تعزيز العلاقات بين الطالب والجامعة. أحمد الكيلاني، رؤية.